حالة خفيفة ومحتاجين كده تفاعلكم عشان خاطر نوصل تقولوا لنا كده ايه رأيكم في الحالة وتشخيصكم ايه ليها. تمام؟ لا مش كوفيد للأسف يعني. برضه هتطلع بالسعر بس. اكيد اكيد بس هو لسه غير دلوقتي هو مش الحمد لله. هو male child 6 years old presented by recurrent chest infection since 2015. The condition has been started when he was 1 year old by fever, cough and expectoration. He was admitted to Kenna General Hospital وطبعا ده تواصل بيننا وبين المستشفيات عامة يعني and he received medical treatment until improvement. But cough persists and the chest infection comes and goes. طبعا عيان زي ده يعني طفل يعني اول حاجه هنفكر نعملها له ان احنا نعمل المبدئين الاكزامينيشن بتاعه يعني. فالاوسكالتيشن كان was diminished or injury on the left infrascapular area. لما بنلاقي حاجه زي كده فايندنج زي كده في الاكزامينيشن طبعا بنطلب اكس راي. فدي كانت الاكس راي بتاعت الشايلد ده. فايه راي حضراتكم فيها؟ اوباسيتي في الليفت لانج لوب اوكي في لوس اوف فوليوم في لوس اوف فوليوم في بلور الكاب او في ايه بالكشن تمام. سوري الصوره مش واضحه قوي بس وشفت الميديال في شفت الميديال ستاين بالظبط تراكيا والهارت والشكل وهايبر انفليشن على الرايت سايد. طيب عين زي ده طبعا اكيد هنطلب سي تي. دي كانت السي تي بتاعته ايه رأي حضراتكم؟ ديستروي لون هو السي تي ده السن ده بيبقى محير جدا. انت عندك احتمال هايبوبلاستيك لانج اوكي احتمال نجلكتد فارن بارت احتمال سيفير كابيتيتنج انفكشن وعامل بوست انفكشن فايبروزيس. فالثلاث احتمالات دول قائمين. فاديره البلاستيك معين سيفير انفكشن سيفير انفكشن ثلاث احتمالات موجودين. اكثر واحده طبعا كطفل لان احنا ممكن يكون في فورين بس في لونج تايم في حاجات بس مش ممكن ان هو يكون مثلا نجلكت فورين بس ويعمل كده؟ ماشي احتمال لو قلنا ثلاث احتمالات دايما لما تشوف راديولوجي حط ديفرنشال دايجنوزس قبل ما تدخل على فاينل دايجنوزس. تمام يبقى الخطوه اللي بعد كده بلان الفيرزر انفستيجيشن. تمام الخطوه اللي بعد كده حضراتكم نعمل برونكوسكوب طبعا هيكون ريجن. دي صورة تانية للسي تي مبدئيا يعني. اوكي. عملنا برونكوسكوب وكان الدكتور محسن صابر هو اللي عمل الحالة واشتغلها. فكان نو فورين باد. تمام؟ هو ان ذا سيم سيتنج هو قرر انه يعمل خد ديسيجن للعملية هو هيعمل ايه. عشان مفيش فورين باد. فرأي حضراتكم بقى ايه؟ نيمونيتا يعني سورس انفكشن بدل ما تبقى سيفت هي ريكرنت انفكشن من يعني هو كان سنه وهو سن ست سنين فيعني كده كفايه فهو فعلا هاي دكتور اتفضل انا شفت العيان ونقلت ده خلاص يعني هي كرونيك ستيرويد لان وهي هي فور يعني منكم بس انا سيرشنج فور ذا كوز ايفن اف يعني لو كان في فارم بادي خد اللونج ديوريشن دي خلاص خلاص هو دي عندي بس هو شال اسطمبه دكتور علاء ايه؟ شال اسطمبه عشان اتاكد ان مفيش عليها فندق فعملنا ريت برونكوسكوبي فهو طلع نيجاتيف فاحنا يعني كنا بنتكلم على الاهل على طول ان احنا يعني الار دي سي ان احنا فور نمنتوم بس ان احنا هندي ترايل ان احنا نبص على البرونكوسكوب في الاول ك يعني احنا بنعتبرها كبيت بروسيدور قبل البروسيدور اساسا وتاني حاجه تو يعني تكلود ذا كوز فور فروم يعني كان نيجاتيف فور فروم بعد كده يعني هو الحل اللي كان في رمضان واحنا ممكن نجيب الصور للدكتور احنا دي انترا اوبرتيف انترا اوبرتيف فتحت ليف بوست لاترال تراكوزما بعد كده انا عملت يعني كان في اللنج فيها ماسيف اديه عملنا اديه لايف اديه
فبعد دي انا سلكت على الانفير والبلمونري فين الناحيه اللي وعملت له ديبيه. بعد ما عملنا له ديبيه يعني حصل زي نايت مير كنترول، العيان دخل ماسك بالمونري جديد والعيان بيجي دي ساتوريشن والعيان يعني اب تو برادي كارديك ونعمل كارديك مساج. طبعا الدكتور ده شك في السكريشن والكلام زي كده، قعد يشفق وانا لقيت السكريشن بيقل، فانا قلت الحل الوحيد ان انا يعني احاول اعمل ديسكونكشن لللنج دي بقدر الامكان. شلت البرمونه اللي بين السبب اللي بين وبعد كده البرمونه الارضي وبعد شلت البرونكس. العيان اللي يعني قعد بعد ما شلنا البرونكس الحمد لله السكريشن بدا يتحسن. الحمد لله يعني طلعنا بالعيان اكسبيتد، العيان اون تيبل. اللي عملنا اكس راي بوست على طول كان لنج طبعا فيها بيتشر اوف بالونه قديمه كده بيضاء، خد جرعات ليزرز كتيره الحمد لله. انا يعني قعد يوم بس بالعنايه، ثاني يوم راح للاوضه بتاعته وقعدنا نجيب الاوكسجين. يعني الحمد لله على اليوم الرابع ديسشارج فروم ذا هوسبيتال ان كومبليت يعني نورمال كونديشن الحمد لله. هو اللطيف في الحاله دي بصراحه ان الحاله دي دكتور محسن اشتغلها في عز ذروه كوفيد، يعني ده اللي خلاني بصراحه اتشجع ان انا اقدمها، لان احنا في ظل كوفيد كل المستشفيات وكل الحاجات كانت واقفه والجراحات كانت واقفه، لكن الدكتور محسن واصرار الاهل ان هم عايزين يعملوها ضروري وبسرعه، فهو بصراحه اشتغلها. يعني انا عشان كده هو بس دايما احنا في كل حاله خصوصا لو حصل فيها كومبليكيشن. طبعا دكتور محسن تسلم ايدك ومجهود رائع وكويس ان انا اسهل. دايما ما احطش ديفرنشال دايجنوزس واحد واجي اللي وراه واسكت، تمام؟ لازم فايتال ان انا احط كذا ديفرنشال دايجنوزس قبل ما ادخل على الحاله دي. بعد ما اعمل كده ريزوميه واشوف انا كان المفروض اعمل ايه، فممكن اعمل فيرشوال برونكوسكوبي للحاله دي، ابص على البايمونري ارتري بتاع السايد ده واشوفه في هايبوجينيسيس، في هايبوبليزيا مع اللنج اللي حصل لها هايبوبليزيا ولا لا، عشان ادور على اولد اكس ريز، لان هو صعب ان فارم بادي يقعد اربع سنين او خمس سنين. بنتكلم عن هيستوري 2015، فابص على الكوبلوز الاحلام في السيم سايت، ابص هو دايما اللنج دي بيحصل لها ايريشن في اي وقت من الاوقات ولا لا، بعيدا عن السيزون بيريز بتاعت الانفكشن، بين الانفكشن اللنج دي بترجع نورمال ولا لا، ابص على الكورنيسيت بتاعت الكونديشن، الشفت الاوزوتراكيه عامل لها كينكينج وفايبروزس ولا، فكل الامور دي بتساعدني ان انا اعمل جود ديسيجن، احط جود ديفرنشال دايجنوزس قبل ما ادخل على اوبر انترفنشن. انا يعني مشرف جدا 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 على الجراحين في اي وقت وفي اي مكان، لان مفاجات الجراحه يعني ايه ربنا يعني تسلم ايدك يا دكتور. دي كانت اللونج بعد النيمونيكتوري. بالنسبه للنج يعني اللنج كومبليتلي يعني الستراكشر بتاعها كله كومبليت نورمال، يعني في بالونه ارتري بالونه بين في برونكس يعني انا هي الفيش ده يقول ان انا هايبوبلاستيك لانج، يعني انا مستبعد شويه، انا اعتقد ان هي يعني جت يعني العين ده ممكن تكون هي هيلث لانج وجت انفكشن نمونيا، وده يعني بيجي يكون ريست ليها وجابت بروكيت از ان ستيج. ده هو يعني لو دخلنا في التفاصيل الموضوع يعني ايه، يعني عندي تراكيه برونكيا البطن اللي هي بتبدا في التراكيه بتبدا فدي ممكن اجيها كومبليت نورمال. عند الناحيه الثانيه الميزنكايم، الميزنكايم اللي داخل عليها اللي بيعمل الالفولار ده ممكن يحصل فيه كومبليت اجينيسيس، دي جايه من ناحيه ودي جايه من ناحيه وبعد كده بينهم الفاسكوليشر، فهي دي القصه. يعني انا لو لقيت التراكيه برونكيا 3 نورمال ومفيش الفولاي ومفيش اريشن يعاطل اكتر من هي تكون كونجنتال، لان انا كنت جيت فيها بيس هيلز لو هي فورم بودي او سكريشن بس. دلوقتي قدامنا الباثولوجي ريبورت بعد ما اتعمل فيتشرز اوف ديفيوز انفلاماتوري اكشن ويز انفكتد جرانيليشن تيشو البوسيبيليتي اوف كومبليكيتد برونكيتس تو بي كونسيدرد. دي الاكس راي بوست اوبراتيف، عملنا كمان سي تي بعد ست شهور على اساس نطمن على الولد نشوف اخباره ايه. مش عارف مفيش كومبينيشن. شكرا. احنا شخصنا ان هي بالمونري هايبوبليزيا، تمام؟ الدكتور محمد مصطفى قال لي ان احنا نتكلم كلمتين كده عن بالمونري هايبوبليزيا سريعا. Definition: هي pulmonary hypoplasia is a rare condition that is characterized by incomplete development of lung tissue which can be unilateral or bilateral.
It results in a reduction in the number of lung cells, airways, and the alveoli that results in impaired gas exchange. Types بتاعته الابدورماليتيز have been classified by Schoenherr into three major types according to the developmental stage of primitive pulmonary lung. Then modified by Boyden is follow. Type 1, agenesis, the no trace of the lung, bronchus or vascular supply on the affected site. Type 2, aplasia, the rudimentary bronchus without any pulmonary tissue. Type 3, hypoplasia, the presence of variable amount of bronchial tree, pulmonary parenchyma, and supporting vasculature. The incidence of the pulmonary hypoplasia range from 9 to 11 per 10,000 live births of medically induced pulmonary hypoplasia. Clinical presentation varies depending on the severity of the pulmonary and the vascular anomalies. Some patients can remain asymptomatic all their life. Nevertheless, most of them present with repeated respiratory infections and wheezing due to underdevelopment of the lungs with decrease in vital capacity. Diagnosis, plain radiography, CT طبعاً. And treatment, no treatment is required in asymptomatic case. For others, management consists to relieve respiratory complaint by P2 mimetics and to treat recurrent respiratory infections by antibiotics and inhaled corticosteroids. In case of too many recurrent infections, pneumonectomy can be discussed. With Kareem, اللي هو الولد اللي عملنا له الحالة مع دكتور محسن. الحالة الثانية دكتور يوسف.